بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد تجولنا في كل تقريبا بوابات المعرض وفي أجنحة المعرض، ودخلنا إلى الجناح الرئيسي. الجناح الرئيسي يحتوي على كابينات الدول، كل دول موجودة، وكل الدول تستقبل بإعطاء هدايا كتب، تستقبل بإعطاء هدايا حلويات، تستقبل بكلام بطيبة. لكن وصلنا إلى هنا وجدنا الجناح العراقي فارغ، لا يوجد فيه أحد. أين أخوتنا العراقيين؟ أين الذي يشرح للزائرين الكرام ما هذا الكتاب؟ ما هذا الكتاب؟ عن الكتاب العراقي، عن الثقافة العراقية، عن النشر العراقي. وانتم تعلمون يعني ما هو العراق من موضوع الثقافة يا أخواني، هذا موضوع مهم جدا. ومعي أنا، معي وفد مجالس بغداد الثقافية والمثقفين عفواً، وهم متواجدين هنا معنا واستغربوا كذلك لعدم وجود أي شخص بالنسبة للجناح العراقي، وهم سوف يتحدثون معكم بما شاهدوا في هذا الجناح. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت إلى هذا المعرض ولا يا ليتني لم أحضر. أنا أناشد الجهات المختصة في العراق والجهات الرسمية التي طبعت هذا الاسم العريق في الكتابة وفي التأليف وفي القراءة وفي كل شيء. أيعقل هذا هو المعرض الكتاب؟ مشاركة العراق، هذه مشاركة بائسة. أناشد وزارة الثقافة وأناشد كل المثقفين في العراق أن يكون هناك كلام. نحن مجالس ثقافية وغراب ومنظمات مجتمع مدني، يجب أن تكون لنا كلمة. لا يمكن أن تكون هذه المشاركة، لا تكفي هذه المشاركة، ليس بحجم العراق. العراق من علم الكون الكتابة، لا يمكن أن يقتصر بهذه الكتب المجموعتها التي تقل عن أصابع اليد الواحدة. أنا كاد أقول وأمامك الصورة، ها هي شاهدها. هل يعقل هذه الكتاب العراق؟ أين الكتاب العراقيون؟ أين القراء العراقيون؟ شكرا جزيلا. نحن الآن في معرض القاهرة الدولي للكتاب وفي جناح العراقي الذي وجدناه فارغ الحقيقة، ولا يوجد شخص مسؤول من وزارة الثقافة يمكن أن يشرح للمواطنين والزوار اللي هم بالمئات الآلاف بل بالملايين يعني. والكتب المعروضة لا تزود عن 15 كتاب، وهذا دليل على عدم اهتمام وزارة الثقافة بالكتاب العراقي والمثقف العراقي. المثقف العراقي الآن المثقف متقدم بالوطن العربي، والعراق في الثقافة وصل إلى العاصمة التاسعة في العالم بعد أن قيمته اليونسكو. أين المثقفون العراق؟ أين وزارة الثقافة؟ أين دورها في هذا المعرض الدولي الكبير الذي يزوره من كافة أنحاء العالم؟ حقيقة هذا يدل على قصور وزارة الثقافة وبؤسها وعدم اهتمامها بالثقافة العراقية. وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على أنهم لا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة وتاركين الثقافة العراقية التي هي رمز للثقافة العربية. شكرا جزيلا لكم. نتمنى أن تكون المعارض القادمة تكون أقوى وأكبر من هذا، ممثلة للعراق العظيم الذي يمتاز بالثقافة والأدب والفن. شكرا جزيلا. السلام عليكم. هذا المنظر هو يكفي، هذه الدموع هي تكفي. أين حضرتوا يا رافدين؟ معقول نحن حضرنا هذا المعرض، المعرض العراقي اللي يصير من العراق العظيم، فارغ المعرض مع الأسف، مع كل الأسف. هذا الكاف ما نقدر نتكلم عنه، هذا الدليل على هذا. معرض هزيل، معرض لا يليق بسمعة العراق ولا بالعراق، ولا موقعا ولا موضعا ولا حضارة ولا إرثا ولا تاريخا. وحقيقة نحمل الجهات المسؤولة مسؤولية هذه أن يظهر العراق بهذه الوضع الهزيل، بهذا الوضع الذي لا يليق بنا تماما. حقيقة نحن وفد رابط المجالس البغدادية الثقافية نستنكر أن تخرج صورة العراق بهذا الوضع الهزيل. هذا دليل أنه المؤسسات مترهلة، مؤسسات فاسدة، مؤسسات تالفة، لا تستطيع أن تظهر وجه العراق بالوجه الناصع. العراق هو ابن السبع حضارات اللي علم العالم كيف يصنع، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يعيش. سبع حضارات في مجموع 14 حضارة، هذا هو العراق. نظهره بمهرجان دولي بأرقى عاصمات العالم. أتعذر ذلك وشكرا جزيلا. هناك وقفة احتجاجية في العراق في بغداد على هذا المعرض البائس. كذلك يا أخواني، أنا هنا وأعاتب أخواني في
باتحاد الناشرين كذلك، ليس فقط اعتبوهم رسميا بل اعتبوهم شعبيا اتحاد الناشرين. لذا احنا ارتئينا ان ناخذ هذا الفيديو ليكون دليلا على 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 انه الثقافه الرسميه العراقيه بعيده جدا عن الكتاب، بعيده جدا عن الكاتب، بعيده جدا عن المثقف. لذا انا اشكركم جدا وتحياتي لكم. صادق الربيعي رئيس وفد رابطة المجالس البغدادية الثقافية إلى الكتاب أو معرض كتاب في القاهرة. شكرا لكم.